منظمين النهارده يوم للتضامن مع المتظاهرين او المحبوسين على ذمه قانون التظاهر زي ما حضرتك اشرت، والاضراب الرمزي اللي احنا عملناه ده هو امتد على مقرات اكثر من 6 احزاب، وحزب العيش والحريه كمان اللي هو تحت التاسيس في مجموعه من الشباب مضربين عن الطعام اعتقد من يمكن حوالي 10 ايام، في اجمالي حوالي 140 او اكثر من 140 شاب وفتاه مضربين عن الطعام. احنا شايفين يعني الحمله بتاخد زي ما حضرتك اشرت شعار الامعاء الخاويه وكمان هاشتاج يعني بلغه الشباب جبنا اخرنا، لان احنا بالفعل يا استاذ عمرو احنا من شهر 12 اللي فات من ساعه ما صدر قانون التظاهر واحنا بنحتج على هذا القانون، بنرى ان هو مخالف للدستور اللي احنا وافقنا عليه او وافق عليه المصريين بغالبيه كبيره في يناير. بس انتوا بتحتجوا من شهر 12، بس يعني بداتوا هذه الحمله استاذ خالد لما في يعني اسماء كبيره دخلت يعني، بس هي الفكره ان هو يعني بعد العديد من المحاولات يعني بصفه رسميه حزبيه وبصفه شخصيات عامه وحتى اعضاء في لجنه الخمسين بعثنا بعرائض وخطابات لرئاسه الجمهوريه ولرئاسه الوزراء، ولقينا ان الموضوع دوت مش جايب اي نتيجه وبيتم تمديد الحبس للشباب بشكل متواصل اللي هو تحت مسمى الحبس الاحتياطي اللي احنا شايفين دلوقتي ان هو بقى بديل لقانون الطوارئ. فبالفعل مجموعه من الشباب المحبوسين على ذمه هذا القانون زي احمد دومه وعلى عبد الفتاح وحماده نوبي ووائل متولي اعلنوا عن، وسناء سيف برضو اعلنوا عن الاضراب عن الطعام داخل الحبس. فاحنا على الاقل يعني حسينا ان اقل واجب ان احنا نقوم به تجاه هؤلاء الشباب ان احنا نعلن تضامننا معاهم. افندم وجدت مشاركه كبيره هذه الدعوه؟ انا اعتقد حقيقة لما يبقى عندك حوالي اكثر من 140 شاب وفتاه مضربين عن الطعام فدي مساله يعني اضراب جزئي ولا اضراب في شباب كم. للاسف الشديد احنا لسنا، انا شخصيا لست سعيد ان في شباب عندهم 19 سنه يقعدوا 10 ايام و11 يوم من غير طعام مطلقا، بس يعني زي ما قلت لحضرتك اكثر من 140 شاب. وللاسف يعني انا قبل ما اجي لحضرتك على طول عرفت بالقرار اللي صدر في قضيه متظاهري الاتحاديه بتمديد حبس 17 شاب طيب. وسبع فتيات لمده شهر كامل حتى 11 اكتوبر المقبل، وده معناه ان هم هيفضلوا 4 شهور داخل السجن في جنح، يعني الشباب بتوع متظاهري الاتحاديه امام محكمه جنح طيب. مصر الجديده، ولا يوجد مطلقا ما يبرر استمرارهم في الحبس طول هذه الفتره.